السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع لاما لابس دوت اي اي عامل حاجة اسمها دريم ماشين. الأداة دي بتديله بس كده ايه برومت، ويبدأ ان هو يحول لك لفيديو تمام بشكل سهل جدا وسلس. وفي هنا اختيار اسمه انهانس برومت. انهانس برومت يعني حسن لك البرومت اللي انت كاتبه، يبدأ يزود عليه بعض التفاصيل. لو انت عايز يلتزم خلاص شيلها وهو يلتزم بالكلام اللي موجود. وفي امكانيه هنا ان انا ارفع له صوره، يعني ممكن ارفع له صوره واقول له حرك لي الصوره دي بشكل معين. وخلونا نجرب. انت متخيل لو احنا عايزين نعمل فيلم زي دوت، ممثلين والحاجات دي كلها تمام. طبعا في مشكله في لفه الراس، المفروض الجسم كله يلف يعني تمام. طبعا لو عايز تعمل داونلود هنا، لو انت اكتشفت خطأ ممكن تقول له اعمل لي واحد واثنين، اعمله مرة واثنين وثلاثة لحد ما يوصل معاك للمستوى اللي انت عايزه. بس بصراحة حاجة جديدة تمام. والعلامة المائية اللي حاططها حتى صغيرة ما فيهاش مشكلة تمام. ممكن تقول له اكستند الحاجة بحيث انت عايز تعمل فيديو تاني بشكل افضل تمام. ماشي، عايزينه مثلا ايه فايت، خليه عايزينه يحارب مثلا. طبعا كل ما تكتب له تفاصيل كل ما يكون افضل مثلا تمام. فيبدأ ياخد نفس الشخصية ديت، ودي حاجة قريبة جدا ان هو يكمل على نفس الشخصية، يكمل على نفس الاحداث، يكمل على نفس الفيديو، فيبقى عندنا لقطات قوية تمام. تخيل ان مشهد زي دوت عشان تعمله ديكور وعشان تعمل الاشخاص وعشان تعمل كل ده هيكلف قد ايه تمام. طيب خلينا نقول له كرييت، وتعالى بقى نرفع له صوره. بصراحه الموقع ده يعني احسن بكتير من المواقع التانية اللي انا جربتها، وقريب من صوره لسه مش متاح ان احنا نجربه، لكن الاداء بتاع ده عالي. طيب هعمل حاجه ظريفه كده، ان انا هاخد صوره ليا وليكن مثلا دي صورة ثابتة اهي زي ما انتم شايفين تمام. خلينا ناخد صورة ثابتة زي كده، واقول له مثلا انا عايز الشخص دوت speak and look around، ونشوف هل فعلا هيقدر يعملها ولا لا. خلي بالك ان هو يعني صورة ثابتة، ما فيش اي حركة، ما فيش حاجة خالص، هيعملها ازاي تمام. يعني صناعة السينما هتتغير تماما من خلال الموقع دوت. طيب لسبب معرفوش، ممكن يكون ضغط على السيرفر او كده، فهو ما عملش الفيديو ولا الصورة. لكن قلت له اعمل فيديو تاني، فتعال نشوفه. قلت له عايز اعمل كأن الكاميرا بتعدي كده من ممر عشان تشوف قلعة، فعمل لي المنظر الجميل دوت. طيب تعال نشوف منظر تاني. ده بقى قلت له ايه، خلي الكاميرا تعدي، ولاحظ ان هو العمارة مختلفة عشان تشوف الاهرامات تمام. لو انت خدت نفس البرومت ده وكتبته عندك هيديك نتيجة مختلفة. دي اجمل حاجة في الموضوع، ان هو مش حاجة ثابتة. تقدر تعمل داونلود، تقدر تعمل اكستند تمام. بس هو انت دلوقتي ليك 5 جنريشن في اليوم. طيب تعال نشوف في الاكونت، بيقول لي انت ليك في الشهر 30، بحد اقصى ان في اليوم ما تزيدش عن 5 عشان في ضغط تمام. في $23 في الشهر، ده يديك 120 وبلس ال 30 اللي هما المجانيين. طيب تعال نشوف برضه فيديو تاني عملته تمام. قلت له خلي فيه محارب، بس ايه المحارب الاسد تمام. فبدأ يعمله لي بالشكل دوت، بيتحول بشكل جميل جدا. طيب في برضو فيديوهات عملتها، انا دخلت بكذا اكونت عشان اعرف اعمل الفيديو ده. قلت له تخيل طفل عربي تمام بيضحك تحت المية، فعمل لي المشهد الجميل دوت. نرجع. طيب في فيديوهين كنت عملتهم من فترة كده تمام. قلت له تخيل ان في طفل بيلعب شطرنج، فعمل لي المشهد دوت.
انا قلت له تخيل ان في واحد بيلعب فوتبول، هم عندهم ده بيسموه فوتبول، ما انا ما بلعبش بالقدم اللي هو احنا بنسميه الرجبي، هم بيسموه فوتبول عندهم. طيب هقول لحضرتك على حاجه، ممكن بقى تعمل ايه؟ تقول له انا عايز اعمل، تعال نعملها عملي، هروح لشات جي بي تي. طيب هقول له اكتب لي قصه، قصة قصيرة عن أهمية الصدق. تمام، قسم لي الصورة القصة. قايله بالانجليزي، ممكن تيجي هنا لو انت عايزها بالعربي تخليها بالعربي، لو عايزها بالانجليزي خليها بالانجليزي. دي تولز انا مسطبها او اداة مسطبها، الى اوصاف لصور. يعني القصه دي هو عارف ان اسمه عمر فسمى البطل عمر، ماشي. يبدا بقى يعمل مشهد اول ومشهد تاني ومشهد تالت وهكذا. ده المشهد الاول، يعني عمل قصه وبعد كده يقول لك ايه، اعمل بقى القصه دي في مشاهد. فالمشاهد دي لو خدتها كوبي ورحت لاي موقع قلت له اعمل لي الصوره دي زي ليوناردو يعمل لي الصوره، ممكن تروح للموقع اللي احنا كنا بنشوفه اللي هو دريم ماشين وتقول له اعمل لي فيديو، وتجمع فيديوهات كل واحده فيهم 5 ثواني 5 ثواني 5 ثواني، يطلع لك فيلم مثلا دقيقه. تمام، ومش هاخد منك حاجه خالص، كل الفكره ان انا هاخد مثلا وصف زي ده، تمام، واقول له اعملوا لي في لقطه فيديو. وتدوس انتر يبدا يعمل لك اللقطه دي، وبعد كده اعملها داونلود. داونلود بقى عندي كذا لقطه، ممكن اجمعهم بعد كده سواء على الموف ميكر او على كامتازيا او على كاب كات، حلو جدا. وتقدر تعمل فيديو كويس جدا وتسجل صوت، او في مواقع بتعمل الصوت، فبكده تقدر تعمل فيديو ممتاز بالذكاء الاصطناعي بدون اي جهد، وكلها مواقع مجانيه، يعني مش هتدفع اي فلوس، مش هتستثمر اي فلوس. شكرا ليكم، لو عملت اي حاجه يا ريت تحط لنا في الكومنتات عشان نتفرج عليها ونتعلم مع بعض.